لم تمنعها سنوات اغترابها الطويلة في فرنسا من التواصل مع وطنها الذي تعشقه، مغتنمة كل فرصة أو مناسبة لتعبر من خلالها عن انتمائها لأرضها وتجذرها بها. الفنانة السورية سمر بلبل اليوم تعود في مؤتمر صحفي في دار الأسد للثقافة والفنون لتخبرنا عن جديدها لسوريا. أنا هلأ موجودة بدمشق، عنا أمسية إذا الله راد بدار الأوبرا بقاعة الدراما، ونتمنى هيك تكون مثل ما بيقولوا على قد ما بقلبنا من شوق وحب لدمشق ولسوريا أنه يكون الحفل. أكيد لا يمكن يرقى للشوق والحب اللي بقلبنا، بس إن شاء الله منكون على قد المسؤولية، هذا كتير بيهمنا. نحن من جديد وقت بلشنا نحس الدنيا عم تتعافى والدنيا عم هيك عم في أمل عند العالم كله من أول وجديد عم يصير، أدركنا أنه هلأ منقدر نقول من أول وجديد أنه هي الدار، وما بس هي الدار، يعني أنه حابة رد غني من جديد للشام قديش بحبها. جايين نعمله نحن بعد انقطاع 7 سنين عن دار الأوبرا. نحن آخر حفلتين عملناهم بدار الأوبرا بال2009 وال2010، لكن احنا ما انقطعنا على البلد، نحن الحمد لله عم نيجي كل سنه، لكن هيك مرت ظروف شوي صعبه مثل ما كان لنا نصيب بهالحرب مثل كل السوريين للاسف، يعني شوي خلتنا نبرد فنيا. وهلا يمكن الشيء اللي عم يشجعنا اكثر شيء انه شهدائنا اللي راحوا يعرفوا انه هن راحوا لنبقى حيين ولنتابع المشوار بكل مجالات الحياه، وهذا اهم دافع بالنسبه لنا. مشان هيك نحن اليوم موجودين وجايين نقول انه سوريا رح تبقى بلد الفن والفنون والحضاره ونسبه هذا الوجود. هلا رح يكون في شيء جديد وقديم. خلينا نحكي على الجديد وركز على شغلتين. نحن اليوم ما ممكن نكون جايين على سوريا وما نغني اول شيء يجمعنا كلياتنا اللي هو حب سوريا، ونزار قباني بتصور انه بيتقاسموا كل السوريين. فرح نفتتح باغنيه يا شام اللي هي لشاعرنا الكبير نزار قباني الله يرحمه ومن الحاني، وطبعا غناء سمر. وبنفس الوقت رح نختم كمان بالمرحوم الكبير جدا جدا عمر الفرا بقصيدة الوطن، وهذا عمل يعني مثل ما بيقولوا طالع تازة للسماء لنا ولا مرة، راح نقول لأول مرة بدار الأوبرا. عادت لتقف على دار الأوبرا مع زوجها الفنان عصام شريفي الداعم الأساسي لفنها الراقي، وليعلم الغرب أن الحياة بجميع جوانبها عادت لسوريا.